لا لا انت اللي بدأت انت انا اخرس لا 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 يا انت اللي بدأت يا شاكر شاكر انت اللي شاكر يا اخوان انت اللي بدأت لا يا انت اللي بدأت يا سيب لا لا انتوا خاونة الاسلام انتوا خاونة الاسلام انتوا خاونة الاسلام انا بشكر حضراتكم وانا الحقيقة عاوز ارد التحية الاستاذ منتصري عاوز ارد التحية انت منسق العروبة انت استاذ زياد انا عربي جدا انت انسان مارق انت اللي مارق طيب والله 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 استاذ زياد طيب مالك طيب طيب انت طيب 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 مفسد يا انت مفسد وانت قاعد بتظلل الناس رجاء 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 انت مشروع انت مشروع لا 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 انا بسيلك نزل 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 خليك بعملتك يا اولاد يا سالم خلاص عاصم على الاسرائيليين خليك مش عارف تركب جملة على بعضها انا يا سالم خلاص لحظه يعني خلاص انا عم بحكي عن تقارير من مرجعيات دوليه يا سالم هو قاعد مثل الاهلي مش عارف انت عم تحكي انا لا يا خلاص يوسف السلام عليكم يوسف عليكم السلام ورحمة الله يا أهلا بيك يا أهلا بيك تفضل أهلا بيك يا أهلا بيك العجينة دي من حليب طبيعي من حليب الوهابيات ولا حليب أم المؤمنين عائشة تصدق أن أنت راجل نادل قوي يعني بخش باسم مصطفى باسم محمد باسم أحمد أنت لو راجل صح يعني خش باسم قازم خش بالأسماء بتاعتكم احنا نفهم أن أنت مين بالضبط يعني اقطع كل على سجلت اقطع رجال كل انا اتكلم على اشمر يا اخي يا اشمر اخي ينقل أنه كان عمر بن الخطاب في دبره داء لا يشفى إلا بماء الرجال